السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع ماب عربي، واليوم يا ريان او اسم سال ها 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 اليوم جايب لكم ماب عندنا ولينا، ما ادري وش العلاقه، بس راح نشوف هل هو ما له دخل ولا جابوا اشياء تقربنا او تذكرنا بعدنا ولينا. يقول انتم الان انت عبسي مع نفسك والله. اصبر انا قلت عدنا ولينا، انا انت قلت عدنا ولينا. الا هو الماب اسمه عدنا ولينا، نقاتل من اجل لينا. نعم نعم. أنتم الآن في سفينة مختطف لينا، ويجب أن تنقذوها سويا. هذه السفينة اللي مختطفين فيها لينا، ولازم أن ننقذها. أمشي أمشي أنا مع السلامة. يلا رحنا لتنا. يلا يلا. ألو ألو والله ساعد أمشي بالمرور. مت يا الله، والله قاعد امشي، قاعد اقرا وانا امشي. يقول ساعد عبسي بالمرور، انت وش تسوي لي عشان انا يقول لي لا يوجد كهرباء هنا، اخبر عدنان عن ذلك. شرطة. اخبر عبسي قصدي. اتوقع اني انا الطجل، انا اقول لك اللي عندي كله ارضيه سوداء، ما اقدر افتح البنايه. اجل عكس، ليش جتني رسالتك؟ طب اسمع اسمع سلوم، امشي قدام. انت الحين وينك؟ امشي قدام ابو بلوكه، بلوكتين ثلاثه بس. اوكي أيوه. بعدين يمين بعدين لا بعدين انقز قدام. اوكي اتوقع انه كذا. ايوه ايوه بس بس امشي شوي بعدين لف يمين خطوتين او بلوكتين. امشي شو انت قاعد تشوفني يعني؟ لا لا ما قاعد اشوفك. لا يمين شويتين تقول؟ اول شيء امشي بعد النطه قدام شوي. نعيد نعيد هي صعبه شوي تدري ليه؟ لان عندي ما في حدود للبلوكات. نفس الحاله ما يمديك اذا ما اعطاك بيكاكس حتى. طب اجين 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 شوف. اوكي اوه قاعد اشوفك والله اني متوقع ريان. طيب يلا يلا تدري وينك؟ تحت والله مره. انا فوق نظر فوق ولا ما تقدر؟ ما اقدر كل اللي فوق اسود. طيب يلا انا مش وانقز. انقزت والله. متعلمني وين اوصل للحاف. اوكي خلاص امشي 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 بعد بعد روح روح لا تخاف روح 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 بعد 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 لا تخاف. بس الحين خذ عزم ابو بلوكه وانقز. يعني ارجع شوي كذا؟ ايه لا 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 ايوه انقز. شفت ايش قاعد في الطرف على نفس مكانك الحالي. طيب اوكي انا اشرت بالهذا عشان اشوف الحد. اوكي ضبطها. اصبر طيب الحين سلوم امش. اوكي قدام قدام قدام. طيب قدام قدام ايوه يمين. الحين يمين كذا؟ لا لا لف يسار قدام شوي. ايوه بس يمين امش كذا. امشي سيده. امشي سيده. انا ما واجب بيتك. أيوة. تكفى. لا لا ان شاء الله. اسمع 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 عشان عشان روق. لف يسار شويتين لانك انت على الحافه مره كذا يعني بعد زياده. بس خلاص يلا امشي قدام قدام. ترى بس بس بعد زياده. اوكي خلاص الحين لف يسار قدام كذا يعني. لا 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 يمين شوي. ايوه روح 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 بس بس بس. طيب شفت اللي سويتها النطه ذيك؟ لازم الحين زيها. بس تقدم زياده شوي. بس ترى كنت الحين في الطرف هنا في الطرف. حلو هو قاعد في الطيحه. بسم الله. اوكي باقي شوي. اوه في مكانك امشي شوي وانقز على هنا. ايه على هنا امشي شوي وانقز. حلو والله بس جبتها. ما عليك ما عليك. طيب الحين وينك؟ اي صح عليك. شلون لفيت يسار؟ ما ادري قاعد استخدم المارك عرفتها. اشوف أوكي. اشوف وين الطيحه. دقيقه انت وينك؟ انت شكك اخر شيء. لا هذيك ما لها دخل. وين اروح اجل؟ خاف انك تطيح. لا قدام شوي. انت وينك وينك؟ في شيء مغطي عليك؟ لا ما في شيء. راح 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 هنا. اي قدام راح. بس 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 يمين. ايه هو في طريق هنا ما ادري وش هو. امشي 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 قدامك جدار انت ولا لا؟ والله ما في ما ادري. بس 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 ترى في نطه الحين. الحين نفس مكانك في نطه هنا. في نطه ريوس. ايوه كذا امشي بسرعه ترى تحتك الطيحه. الو حبسي ساعدني لا استطيع ان امر من هنا. أوكي. قادم قادم يا حبيبي. وين؟ اح قادم. اوكي لوكت يا اخي. شوف كيف ما احط حتى بكاكس معك. ايه هذا اوه هناك بالونه. يا ساتر. 2000 years later. ما ينفتح الباب ولا شيء. ما تقدر تجي قدام انت بعد. لا يكون اجيك من هنا بس. الو هذا اللي اتوقع يمكن من هنا. جيت عند النطه ذي. انا ليش ندور؟ اوه اوكي اوكي توصلني انت هنا. يب والله من اول ليش قاعدين ندور الشيء الصعب لنا. انا كنت اقول ترى من هنا يمكن تجينا عند السجن. طيب يلا امسك. طيب الو الحين تنط ثم تستخدمها فهمت؟ اي اروح هناك. يب دقيقه المفروض اروح هنا. لا غلط. ما عندك كتابة شيء؟ لا ما عندي كتابة. اي وصلت وصلت وصلت. حلو عندك طيب الباب فتحت لي. حلو قلت لك كويس. ياب ياب. طيب اتوقع ادور شيء ولا ما له دخل؟ والله سجون هنا. زي الباركور هنا.
الو مهلا، من هذا؟ ادخلوه للسجن بمشاهدة عدنان ومساعدته. اوكي الحين قاعد يساعد. كنت الحين قاعد تشوف اسود صح؟ اسمع عدنان عبسي، لا تتحدث، قد سمعت كل شيء عبر اللاسلكي، سوف اجد حلا لكي الهيهم عن زنزانة، ثق بي. اوكي ايوه امشي، مش عادي عادي، امشي كمل سيده كلها. بس غريب يعني ليش كذا، ما ادري، ما في اي تحدي، فهمت؟ وصلت. ايه بس انا الحين وش اسوي؟ ما ادري. انا عندي شيء اسمه ريسبون. في عندي كنن، اوكي، مدفع مكتوب عليه اعلان الحرب استفهام. طيب انا الحين تدري ويني؟ وينك؟ شفت الطريق اللي مشيت فيه قبل شوي انت؟ ايوه. انا فوقه وناشب، ما ادري ايش اسوي. اي قاعد اشوفك، هذا انت تشوفني؟ ايه. وين اروح الحين؟ لو اضغط على اعلان حرب اشوف. حط اعلان حرب. طب دقيقه خليني اجرب اسوي ريسبون، امشي ما اسوي بس تهب بالغلط ولا شيء. اوكي رجعني السجن. اتوقع انت الحين تفتح لي هذا، اتوقع. اوه انحشرت. الطريق اللي كنا فيه سجن. حلو. انا في اخره. اوكي ما يمديك تطلع ولا شيء؟ ما يمديني لوك. وهنا زر صار لونه برتقالي فما اقدر اسوي شيء. اتوقع انت اللي الحين تفك لي الباب او شيء زي كذا، او تحرك المروحه. اطلق اول دريشه هنا، بيفتح لي هنا بوابه جنبي. ميني. ايوه. اوكي. اهلا، ما هذا؟ الجميع توجه القاعده الاعداء هاجموا علينا. اوكي. هذا اللي سويته قبل شوي انت. بعدين قال اطلق على المراوح. وين المراوح؟ ما ادري. انت الحين وين بدك؟ نفس الغرفه؟ نفس الغرفه يب. لا يكون، لازم انزل الكانن معي تحت. طيب انت مديك تجي الحين ثم ترقى مره ثانيه؟ اي يمديني ارقى مره ثانيه، بس طيب تو يوم رقيت عندك يا اخي. في بعض المبات يعني ودي يوضحون كل شيء، والله جد يعني هذه سهامات الحين مخنا معلق، قاعدين نحل من راسنا. يا ساتر يا ساتر. ايوه ابعد الباب. اوف اوه بطلق على المراوح اخر. لا ما يوصل اتوقع، ما ادري. اطلق. لا في زي جدار هنا. طيب يلا اوكي احنا طلعنا. بوديك نفس المكان اللي رحنا فيه. والله ما ادري هل هذا ولا لا. كيف يزحلق مع الارض مستويه؟ عطاه ركسة ماكي جاكس على ورا. ايوه روح. الو اوكي. بسم الله. ليه؟ شوي اي كذا كذا يعني. اوكي طيب اوكي. يوم رحت مع هذا الطريق تو اداني غرفتك ذيك، ما ادري ايش اسوي. طيب هنا وشو؟ هذين من كم ما جيت؟ إيه. فمالنا لهنا. وداك صح؟ يب. شفت كيف؟ يقول نحو السجن ثم اطلق اي المدفع نفسه. اطلق على وشو؟ نحو المراوح مكتوب. طيب حاولت. يمكن ادخل. انت رسبنته. رسبنت ايش؟ المدفع. ايه. كنت باخذه بطلق فيه. اما انا شفت حسبته طاح. بجيب. اطلق كنت. اي. لا اصبر دقيقة. يلا رح. ادي شبابي. مليون طلقة قوليه. اوكي اتوقع الحين. ايه حلو. اوكي بس الحين اتوقع المدفع ذا ولا المراوح قصدي ولا نسوي شيء ثاني. اصبر خلينا نشوف هنا في شيء صدقني. شفت هناك كأنه تكمل الطريق صح؟ اوه والله صدق. هنا باركور. اتوقع ندخل جوا ذي. ايه. شفت؟ يا ساتر. لا كنت مو ذكي. اوكي امشي اوكي دنق. اوكي ما اشوف شيء انا. لازم نوصل قبل ما. يا ساتر والله كم دمج ذا. دمجني وياه انا. لا ماني بسيف. لا طيب ما رسمت فل شيلد انا. عرفت ايش سوى؟ ايش سوى؟ اول ما رسبنت انت رسبني رجعني اياه، رجعني معك ورا. الحين شكله بتصير. اي والله. شفت؟ طيب اصبر تعال. رح انت اوكي. مت انت؟ لا انت وطيت الرسبون. اوه ثنتين ورا بعض نطيت. الله اصبر هذا ايش؟ ابي ارجعك. يا بروح بس كيسار. حلو هي لي 90. وصلت انت؟ جتك واحده؟ جتك كلهم الثاني يمين يسار؟ لا ما وصلتني ذي. انا ابغاك تروح الحين. خلينا نشوف هذه. اوكي هذه صار. نشوف اللي بعدها. اوه هذه حلو. هذه صار. خذيت شو اسمه يسمونه تشيك بوينت. اصبر وش الحشره؟ اتوقع ان ريسبون عندي. اتوقع وطيت ريسبون انا صدقني. اي والله وطيت ريسبون. شوفوا هين. اوكي هذه الثانية يمين. هنا ريسبون. ايه الحين بتجي واحده يمين بعدين يسار على طول. اوكي الحين راح يمين. ايوه تجي واحدة. روح يسار. جت الوحدة. برضو طينا. لا ظهر. روح يمين الظاهر. اصبر اكيد سوينا تشيك بوينت اكيد. والله اني ما ادري ايش صار. لا سوينا الحمد لله. يا ساتر وش ذا المتاهة. في لامة في الخريطة قاعد تشوفها. ايه وش ذا اللحسة؟ هذا نيو جامب. اي والله نيو جامب. ياب عديتها انا.
صدق يمين اوكي ولا اثنتين ورا بعض سريعات والله العظيم انه صعبه دقيقه لا ما ترسبني كذا فجاه تدمجني يا رب يا رب يا رب اوه سويت تشيك بوينت اوكي يا الله ها لا والله سريع ذا مره طيب شكله اوكي صار واليمين يمين ضرب الغانمين تكفى اوه هلو. انت وصلت قبلي حلو حلو يا ساتر وش في اللامه فوق قاعد تشوف خريطه ايه قاعد اشوف المكان هذا يا ساتر او رجعنا سفينتنا والله ما ادري بحاجه الى 5 لامات لفتح هذا اوكي هذه واحده وين الوحده قصدك هذه اللي فوق ايه يعني لازم سريع. كيف نرجع الحين تعال خلينا نفتح الباب يمكن في اشياء نحصلها جلايدر ولا شيء اصلا ممنوع انك تروح هناك ما ادري شلون عثر على شيئين يلا خلينا نبحث انت رايح هنا وانا بروح هنا اسمع الاصوات قط 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 هلا والله شو الاخبار والله يسار بروح يمين الو شو الو انا منين جيت انا رحت طلعت ورا بس المكان اللي جيت معه حصلت انا يا صندوق صندوق افتحه افتحه انا ما ادري ايش في هنا اوكي حصلت اللامه الاولى حلو الحين انا رجعت نفس اوكي رجعت مع طريقي اوه اشوفك في الخريطه صدق اي شيء لونك ابيض طيب احصل انت على اللامه الثانيه هو قال احصل على شيء هي نزله هنا طيب تتوقع فيها لامه ويمكن دور انا اقول ورا مره نروح الجهه اليمنى احنا رحنا قبل شوي الجهه اليسرى راح اليمنى نزلت نزله قويه ما ادري ايش صار اوكي قاعد ارقى نفس الرقى انا رحنا اليسار تعال الجهه اليمنى اطلع مكاني اوكي رح اليمنى ولا لقدام انا اروح هذا دور معك اي عشان تلحقني تالي صار تالي صار ايه تالي صار انت هذا اطلع من ورا في شيء في شيء تعال وين تعال عندي تعال عندي هنا ادخل اوكي في شمعه ايش انقز تلقاها كذا وجه هنا اوكي اطلع شيء ارجع شوي انقز شفت اصبر اي والله في شمعه تاخذها بيك اب بيك اب ما في ما اقدر مستحيل ثانيه دور دور اتوقع من عندي يمكن اصبر في رقه هنا بسيطه اتوقع اني طلعني عندها اوكي اخذتها اخذتها والله طيب اخوك في الله ارجع مكانك اللي قبل شوي ارجع مكانك هلا والله هذا اللي يمشي كل شيء بالغش طيب بعدين طيب انا بكون مع اللامه وانت مع اصبر لا هذه يحتاج 5 لامات تعال هو قال اثر على شيء تعال امسك وحطه هنا يسار الظاهر لا اتوقع بترتيب هو شوف جتني كره خضراء وشخطه حلو 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 20% يعني طيب الشمعة. اللي بعدها اوه الشمعة تشعل هذا عشان تكسر يقطع ام الذكاء اوكي شال ديم عطتني واحده حلو والله ديم الحين بكسر بكسر تعال شوفها تعال شوفها تعال شوفها قاعد تشوفها قاعد تشوفها قاعد تشوفها ديم شوفون وصل النار ايه شوف الفتيل تخيل لا اخر لا تموت بس تعال تفرج فيت فيت اوكي افتح فتحه خلينا نوصل اللامه ذي عشان نفتك منها لان تبطل الشخص على طول يلا اوكي انتراكت انتراكت بسرعه هاي استهبل ذا حلو اخيرا تتوقع عندك بعد طريق توقعي طحت مرآة البحر مرآة البحار تعال تعال اوكي اعطاك سلاح؟ لا امسك 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 سلاح حلو انا لاحظت شيء دقيقه اجد الاختلاف للفوز باللامه الاختلاف؟ اختلاف ايش؟ فينا تيرنون اوكي تعال تعال يقول اجد الاختلاف بين الغرفتين هذه اللي عندي تعال هنا وروح هنا يمين شوف اول شيء النجفه هذه هنا شوف شلون مروحه شوف ايه بعد طب اطلق عليها طلقت طلقت ما صار شيء انا الحين حطينا لامتين صح اصبر الشر على ذا المكان قاعد تشوف اوكي ايه قاعد تشوف عطني سنايبر تعطيهم نفس كوب يعني طيب شوف هذا ما فيه خلينا نشوف اللوح اللوح الا لو هذا صح هذا الفرق طيب اوكي ايش نسوي اذا هذا الفرق اللوح خلينا نشوف اللوح انت عرفت الفرق بينهم يا سلوم انا شفت النجفه بس اعطاني 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 شطاك لا ما في ظهري اما والله ليش ما اعطاني شيء انا ما ادري يا اخي بيط يا الله ليش حدي كده حدي كده حلو هذه 3 لامات حلو 4-5 اتوقع ننزل حبة هنا بعد نزلنا اصلا صح بداية ننزل اتوقع شوف شوف الحين هنا في لامة جاهزة اوريدي هذاك الباب ما دخلناه
اي باب اللي ورا؟ اوكي والله في اشياء مختلفه يا اخي في الماب، بس نفس الوقت في اشياء ما اوضح والله، لو يوضح لازم تفترقون. تعالي يسار وانا بروح يمين. لا سلم انت وديت اللام اكيد. اي وديتها. اوكي نصلت اخر شيء. اوه وات، تسكر علي الباب. ها اوكي تسكر علي انا. تسكر عليك. دقيقه عندي الحل، عندي الحل بس دقيقه. انا قاعد اوطى شيء، قاعد ارسم شيء هنا. وات هابن؟ دقيقه عندي ظهر كتابات. اصبر. هذا اوكي. ليش حظي كذا انا في التصوير؟ طيب ما ادري. اوكي ايش تسوي؟ عندي الحل، عندي الحل. طيب ايش بتسوي عشان تفكني من ذا اللي انا فيه الحين؟ بوريك دقيقة. انا منحشر من جهتين. جيت ولا ما جيت؟ لا والله ما جيت. حط زر. انا عندك زر شيء. دقيقه في صوت عندي ترينك كذا بس. اي قاعد اسمع. انا قاعد اطلق بس ما يصير شيء. سوري سبون. يلا خلص. ما اتوقع انه يصير شيء. بيرجعني نفس مكان لانه في زر سبون. لا والله ما رجعني. طيب في زر مكان شيء كمل. انا ضغطت انتراكت ووداني. انا رحت يمين صح قبل شوي الظاهر. اوكي الحين فكش دار واحد. اوه اتوقع اصوص. خليني اسوي سبون، عندي مكان معلق انا. سلوم سوي سبون وتعال عندي، عند السفينه فوق. طيب بروح يسار وانت روح يمين. لا 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 الظاهر لازم اسوي انتراكت. خلاص انا رحت يسار وقريت كل شيء، هذا القهر. تعالي اوكي. روح يمين. ما في شيء. طيب لازم اسوي لك انتراكت قبلك انا الظاهر. لا تسوي شيء. اوكي انت مشي. انا اجدار بس مكر قدامي. الحين سوي انتراكت. انا بسوي انتراكت. سويت. صار شيء؟ لا. وات؟ ما صار شيء. سوري سبون. تعال. مشكله على حظك الخايس، انت رحت يمين. شوف يسار. صار في شيء كلام رح كنت بسويه قبل شوي. لا تقرب صوت عالي، عندي خطه اني ما اقلب فيها خويك بس لا تعلمه. اوكي بيكون في زر بعد ما تبغى تضحك ضحكه شريره. بقول لقيت لينا بس شرير شافني وعرض علي عرض. يا انقذ لينا ونهرب ونهايه سعيده او يدفع لي 100. اقول لهم وين مكانك واقهون من جيشهم ويطقطق عليك. يلا انطلق مثل انك ملك وارقص عليه. ادخل وابدا تمثيل لما تبغى تدخل الزنزانه ارقص. كل ذا راح باب ذوره. لازم دقيقه ارقص. اتوقع انت اللي ترقص الحين. انت ترقص. صار شيء؟ لا. طيب شلون اقول لك ارقص يا سلوم؟ اتوقع ارقص ويقرب شيء. انت ارقص. قاعد ارقص ما صار شيء. أنا أقولك شو السالفة يا سلام. قيل المابات الله يهديهم. ما أدري مين ينادون عشان يسوون تجربة تيست. الأجانب ينادون 3-4 يسوون تيست الماب حقهم. لا تسوي الماب على طريقة فهمك، طريقة فهم الناس. يعني أنا الحين ما أدري، أنت الحين تدري وين تروح بس أنا ما أدري وين أروح كمستخدم الماب. لأنك أنت اللي مفكر بالفكرة أصلا. إي أنت اللي مسوي الماب، أنت اللي صانعه، أكيد تعرف وين تروح وش تسوي، بس إحنا لا كلاعبين يعني. التيست مهم عشان تعرف عقل اللي بيلعب اللي هو مو بأنت يا صانع الماب، زائد تعرف هل في جلتشات ولا لا. الحين ها قابلتنا جلتشات بالهبل. طيب شو تسوي الحين؟ والله ما ادري. سويت ترن اوف للنار كلها ما صار شيء. بجي مكانك خلينا نشوف. ابي اعرف كيف ارقى هنا بس. اوه خذيت هذه اللي اقول شلون رقالها باركور. اي بس الخامسه والاخيره هي اهم شيء. حطها وتعال. اوه رسمن واحده ثانيه. اوكي. وات؟ والله بحطها صراحه. حط لي على البوابه سوسو ريسبون. ارمي نفسك باستخدام مدفع للسهم على السفينه. مدفع ايش؟ استخدام مدفع. وين مدفع؟ وين الرسبن؟ 100% انت الحين. يب اتوقع ادخل هنا. اوه فتح البوابه. سويتها بغش صراحه لاني قاعد ارسم اللامات اللي هناك فهمت؟ يلا ما عليه. طيب خلنا ناخذها. يقول وش قال قبل شوي؟ ارمي بنفسك على المدفع مدري ايش يقول؟ على السفينه. اي سفينه؟ اوه شوف واحده فوق. انت خذت اللي فوق؟ خذيت مرتين هنا. اوكي اجل وش فائده اللي فوق؟ شوف قاعد يزحلق. ايش قاعد تشوف؟ دوخني. يلا روح. ما اقدر. لفني شوي يمين بعد 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 شوي حبه. ايوه ممتاز. اوكي اوه حلو. انظر للسفينه امامك. حلو. ايوه اوه انظر للسفينه امامك. نطلق عليهم يمكن. اوه شوف الطياره. اوه تفجرت. يا ساتر هليكوبتر. شوف النار. الو وش ذا؟ سفينتنا. اعوذ بالله. وش ايش كيف قاعد تفجر الحين؟ يا حبيبي يا ساتر. وش عاد من جديد؟ لا شفت فكره ذا الكنن القوي ذاك. يب شوف كيف النار للحين. بس وش يسوي بالضبط الحين؟ خلاص ارمي نفسك. ناخذها وين نروح؟ ادخل وابدا تمثيل. هذه قديمه. هذه قديمه. وش يسوي الحين؟ هناك قدام ناظر هناك قدام. وش هي؟ يسارك هذه قصدك؟ خاف تموت. وش اطيح بروح قبلك يا رب ما اموت. اوه وين وداك؟ حلو طح 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 طح
طح طح. شوف نسبح. الو واو حلوه. وين نروح؟ عرفت اللي غرقنا؟ يب 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 سفينة. واو واو. ها والله ما ادري وين قاعد اروح انا. اهم شيء ما في الطريق، في طريق قصدي. لحظه ما ادري وين الطريق صح. 2000 years later. في مين؟ هنا. ايوه تعال 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 بسرعه بسرعه. بصراحة هي لي 90. هي لي 12. أخيرا. يا ساتر. يلا تشيك بوينت تشيك بوينت. ورا. اوكي. لا طحت البوكسات. يا رب يا كريم. هذه تفضل مراوح. ايش حلها؟ انقز فوقها. تصفى وقت معين. ما تطفى. تنطف فوقها. خلاص تقول انا اطلع اخر شيء اتعدى الدائره يعني اتعدى ابوها مره حلو اخيرا الحمد لله ساتر اوه الماب اوكي نطب صح ايه اتوقع عادي ايوه اوكي يلا خلينا نروح نقتحمها اعوذ بالله انه ساعه ساعه اتوقع اني اطلق بالسلاح ولا ما دخل لا ما دخل في اسهم هناك اتوقع هي اوه شوف البوتات شوف البوت لا لا يذبحونا ها؟ اسمع 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 الظاهر مع السهم هنا اخ شكل ما في حل يا شباب والله شكل ما في حل يعني رقع لهذا ما في ما نديك ترقى للسفينة حاولنا ندخل مع الدرايس هذه حقت المدافع ما قدرنا حاولنا نطلق على البوت البوت مو بيدمج ما ادري ما في اي حل خلاص انتهى ماب اليوم صراحة ماب متعب كذا يلخبط ما تحس انه مو هي بفكرة بس بدون تخطيط يعني كيف نسوي الماب ما ادري صراحه، هل تبون نرجع المابات سواء عربيه اجنبيه؟ غالبا بقيت العب اجنبيه لما يعني من العرب ناس صمون زي عز زي ناس اللي نحب ماباتهم، العب لهم غيرهم اجانب، للامانه زي هذا الماب ساعه كامله بدون اي بدون ما ادري وش هو، ما ادري ايش قاعد نسوي. فبس هذا كان مقطع اليوم، اللي يبغى يلعب الماب يحله يعني حل اللغز هذا، رابط الديسكربشن يعطيكم العافيه المشاهده وقناه ريان في الديسكربشن نشوفكم على خير، سلام.